حرية التعبير هي ليست حرية مطلقة، حرية التعبير كذلك مقيدة بيش، لأنه مقيدة مثلا لا يمكن السماح بحرية التعبير في نشر الكراهية، في نشر العنف، في نشر التمييز، في نشر التمييز سواء للجنس، سواء للون، سواء للدين، سواء. فبالتالي هذه حرية التعبير هي حتى دوليا مقننة. التقنين هو ما نسميه بكل ما لا يمكن أن يمس بالنظام العام. النظام العام عدم التمييز هو جزء أساسي في النظام العام، وبالتالي حرية التعبير مقيدة بعدد من الإشكاليات الكبرى التي لا يمكن أن يعني الإنسانية وصلت إلى إجماع حولها أنه لا يمكن السماح بها. الدعوة إلى الحرب، الدعوة إلى القتل، الدعوة إلى، إذن هذه كل إشكاليات لا يمكن يعني حرية التعبير تقف عند هذا الحد.